خوتي المغاربة حياكم الله أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم غنوقفوا عند واحدة من كبريات الفضائح الحكومية. اليوم غنوقفوا عند عنوان آخر من عناوين أننا كنعيشوا أسوأ لحظة حكومية في البلاد. لما استشعرش المغاربة خوتو تشي اللي غنقول ما عندنا ما نقولوا له. كيقول لك الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع ببلغته. حنا الفقيه ديالنا ما دخلش ببلغة. دخل ببلغته ودخل معاه يطرو ديالو. سمحوا لي لهذا التعبير هذا. لأن هذا الشيء مقلق ومحزن وكيقلق. حتى في سنوات الجمر والرصاص. حتى بحال رجع محمد الخامس. ما كنتش كنتوقع شي مسؤول يقول هذا الشيء اللي قال عبد اللطيف وهبي. هذا وزير. هذا حقوقي. هذا محامي. هذا كان كيكتب مقالات في مجلة. هذا جاي من عائلة يسارية. اليسار اللي خلى ضفيرتيه في الحبس واللي خلى الجلد ديالو في الحبس واللي بعضه خرج عمى وبعضه خرج بالسكر بعضه خرج معاق غير باش الشعب المغربي يبقى واقف غير باش الشعب المغربي يتملك ادوات ديال المقاومه غير باش الشعب يوعى. حتى شي واحد من الحركه الحزب الاحرار الاحزاب الاداريه اختار اللي بغيتي ما توقعتش يقول هذا الشيء اللي قال عبد اللطيف وهبي. تعرفوا المغاربه اش قال؟ تسمعوا المغاربه سمعوا رجاء. يا ما عمرو دار جمع عام ما عنده لا قانون لا والو وكيتكلم بسميته وكيدير شي ما تيجي يدير الشكايات. سمح لي دابا نبداو بهذه الاولى الصغيره وغنطالع معاه. دابا انت شغلك السي وهبي شغلك جمعيه عندها جمع عام دارت ما دارتش عندها المؤتمر ما دارتش عندها التقرير الادبي ما عندها واش انت شغلك؟ اعطيني سندك في القانون اللي كيعطيك هذا القول هذا منين كتجيبه؟ الجمعيه تابعه لك انت وزير مكلف بمتابعه الجمعيات انت عضو في الجمعيات واخا تكون وزير واخا تكون وزير المعلم مكلف بالجمعيات واخا تكون كتعطيهم الدعم العمومي من ناحيه الا بغينا القانونيه ماشي شغلك في الجامع دارتو ولا ما دارتوش هذاك الشان الداخلي ديال المؤتمرين هذاك عنده علاقه بمصداقيه المؤسسات المؤسسه اللي كتمشي تاخذ الفلوس والدعم من عند شي جهه تسال عن وضعها القانوني وضرائبها وعلاقاتها ودعمها وتقريرها على ضوء داكشي كتاخذ تقرير ولا ما تاخذوش على ضوء داكشي كيتعاملوا معاه الناس كيديروا معاه شراكات ولا لا الجمعيه تسال امام الدوله في ثلاثه المستويات موقفها من الله ما تكونش غلط الدين الاسلامي طبعا الله والملكيه والوحده الترابيه وما تعلق بالاخلاق الحميده والادب العامه ما عدا ذلك مشغول حتى واحد في هذه المملكه المغربيه حتى وزير الداخليه مش شغله دارت مؤتمر ولا ما دارتوش كنهضر معك دابا لغه القانون رجع القانون 58 رجع القانون الحريه العامه اللي عطاو اللي كان اكثر تقدمي اليوم راه عاد كاينه بعض الحوايج انت عندك حق تقول الجمعيه دارت مؤتمر ولا ما دارتوش عندك حق تقول المحامون خلصوا الضرائب ولا ما خلصوش هل يحق لك انت مديريه الضرائب واش انت وزير الماليه كتقول داك النهار المحامون كيخلصوا الضرائب ولا ما يخلصوش ملي كتقول داك السيد في التقاشر المدير ديالك باش قلتي له كنعرف تقاشرك قلتي له انا تابع ليا الامن يشتغل معي الامن وتحتي الامن انت تابع لك مديريه الامن عندك شي علاقه بالامن كيما عندك علاقه بالمحامون كيما عندك شي علاقه دابا بالجمعيات اول هفوه وكبوه واول سقطه غير هذه غير هذه المغاربه كافيه يبان لكم المعدن ديال الرجل لاحظوا المغاربه نخليكم تسمعوا لهذا السيد اللي مسؤول على مراقبه المال ديالو اللي كيجي من الداخليه هو وزير الداخليه وبين قال لك اللي مسؤول على مراقبه المال العام هو وزير الداخليه لان الفلوس جايه من عند وزير الداخليه مادام فلوس عطاها وزير الداخليه هو الوحيد اللي يدير الشكايه انت المواطن المغربي ولا انت الجمعيه لا حق لك ان تلجئي الى القضاء من اجل الدفاع على المال العام هذه طيب بعض المرات الكلمات كتخوني كنقول لهم الكلمات دابا انت يا سي دابا بغيت نقول لك شي عباره كنحترم الوزاره كنحترم المغاربه وحنا صايمين تتقول المغاربه ما يديروش شكايات ما عندهمش حق اعطيني سندك في هذا القول اعطيني سندك باش نسمى كلامك موزون كتقول تقول الماده لا يحق المواطن تقول الماده كذا في القانون الجنائي قانون المسطره الجنائيه قانون المجلس الاعلى شي قانون اعطيني شي سند دستوري شي هذا القول اعطيني سنده هكا تهضر هكا تشير هكا تشير وفي هذا الشيء ديالك كتصطدم مع الخطب الملكيه الملك تيقول اما ان تكون وطني او لا نكون اش قالها الملكه المغاربه ولا ما قالهاش اما ان تكون مواطن او لا تكون وشنو هي المواطن
والمواطنه وتدافع على بلادك. واش هي تدافع على بلادك؟ هي ما تشوفش حاجه خايبه خصك تقولها. اذا انت تصطدم مع الملك هنا. الملك تيقول ربط مسؤولي بمحاسبه. الملك دار خطاب خاصه على المنتخبين والمرشحين الفاسدين. اذا انت كتصطدم مع رئيس ديال الدوله المغربيه رئيسك. اذا الملك تيقول اما ان تكون مواطن او لا تكون. واش من مواطن هذه اللي غنشوف انا الاذى والتشفرت ونبقى ساكت؟ واش من مواطن جمعيه انا نشوف تشفرت ونبقى ساكت؟ واش من مواطن باش انا مواطن؟ انت تصطدم مع الدين الاسلامي. الله اش كيقول لنا؟ ولا تكتموا الشهاده. ملي كنشوف انا واحد تشفار ما غنديرش به شكايه ولا؟ وهذا القران الله عز وجل ولا تكتموا الشهاده ومن كتبها فاتم القلبان. حديث نبوي ومن راى منكم منكرا فليغيره فان لم فبيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. اذا انت كتصطدم مع الدين الاسلامي بهذه الخرجه. اذا اصطدمتي مع الدين الاسلامي واصطدمتي مع الملك. كتصطدم كذلك مع الدستور اللي رقى بمواده اللي ولا الشعب كيترافع وكيقترح المشرع الدستوري الممتع الشعب المغربي بانه المجتمع المدني يتقدم ويقترح ويرافع ويناقش ويساهم في صناعه السياسه العموميه عباد الله عبر اقتراحات ديالو ونقاشه. كتجي انت اليوم باغي ترجعنا للعصر الحجري. حتى ملي كان الفيلات في المغرب بقى ما كانش هذا النقاش. هل يحق لك هذا القول؟ وحنا عندنا في القانون الجنائي ما خصكش تستر على الجريمه والمتستر على الجريمه مجرم. وعندنا القانون كيحمي المبلغين. وعندنا الوشايه الكاذبه، احنا ما عندناش الوشايه الكاذبه. يقولوا مشى بلغ هذو اللي كتقول، راه كاين القانون بينهم بالمرصاد. كاين الوشايه الكاذبه والتبليغ الكاذب والتبليغ عن جريمه يعلم بعدم حدوثها. ما قدكش هذه القوانين الاستاذ. وعندنا الوشايه. انت اللي باغي تدير وزير الداخليه وسيط بيني وبين القضاء. والقضاء كيتحرك على وشايه. الفصل 31 39 من القانون المسطره الجنائي اش كيقول لك؟ يمارس وكيل الملك الدعوه العموميه اما بناء على شكايه او لا تلقائيا بلا وزير. فين هو ساعات تقول الوكيل؟ اذا الوكيل الملك خصك تمنعه دابا يتحرك. قول له لا ما عندكش وزير الداخليه. تعطيك وزير الداخليه. تعرف شنو درتي دابا هنا؟ طولتي على القضاء. والقضاء في الدستور مستقل. شكو كنا دابا في شي لحظه والله تتحط السوارت اليوم. لأنك قصتي سلطة القضاء، قصتي مؤسسة القضاء بهذه الخارجة. وكنا كنقول لك أنا ما غيكونش هادشي، بالعكس تقدر ترقى دابا من دابا الله، أنا عا كنقول لك. لأننا كنشك أن الخارجة ديالك هادي أنت، كنشك، حيت ما يمكنش. حتى واحد اللحظة بديت كنشك تنقول هاد السيد علاش داير هاد الخارجة؟ هذا رجل قانون كيعرف. واش هذا ما واش هذا عرف فين كيلعب دابا ولا؟ واش كيعرف اش كيقول لك هذا؟ مشى بالي مع ذاك رئيس الفريق ديالو ديال البام حيت كيتابع امام القضاء في مراكش غرفه الجنايات. وشكون اللي دار الشكايه بداك السيد؟ دارتو الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام. ياك ما كيدافع دابا شان شخصي. وليت قلت لها هذا ما يمكنش ينقص هذه النقيزه بوحدو حيت هذاك السيد ديالو ديال رئيس الفريق ديال البام راه متابع بجرائم تبديد اموال عامه. رئيس فريق ديال البام. انا غنقول واحد النقطه ونكمل بعدا معاه. دابا علاش الناس ما تيترفعوش؟ دابا السي العيدودي خدا البراءة بعد هذا نقاش راه جاني واحد. كيفاش العيدودي خدا البراءة في واحد الشكاية مع الخارجة ديال وهبي؟ بحال البراءة ديال وهبي عا كنشك تنقول بحال البراءة ديال وهبي كتزكي هاد البراءة ديال العيدودي بحال اللي كتزكي التدخل ديال وهبي بأن كاين الشكايات اللي كيدي عا كيكذبوا على الناس. وها هو السيد خدا البراءة مستشار اللي وعام وهو كيطلع ويهود وسمعته تقاس وخدا البراءة. إذا حبسوا علينا لقيت هاد وليت كنقول لا القضاة ديالنا نزهم ما يمكنش نزلوا معاهم لهذا. عنطرا غير واحد السؤال السي العيدودي وهذا رئيس البام وهذا اللي كيتابعوا دابا علاش ما تستقلوش وتتابعوا باش تاخذوا براءة قوية؟ أنا رأيي الشخصي مع احترامي للقضاة ولكن كصحفي عندي هذا الرأي. ما نأمنش أنا ببراءة وأنت في موقع المسؤولية تاخذها. أنا ما تجينيش خذيتيها وأنت قوي خذيتيها وأنت رئيس جماعة وانت برلماني وانت كتجلس مع المكتب السياسي وانت كتجلس مع العنصر وانت كتجلس مع اوزين وانت كتجلس مع فلان وفرتلان. كنقول لك حيت المبدا لا خذ لي البراءه وانت بدون. ملي كتاخذ براءه قدام الشعب كتقول ما الشعب هانا خذيت البراءه وانا تما كتكون براءه بيضاء ناصعه لا نشكك فيها طبعا
وما كنحسدوا عليها ولكن كنقولها لا هو ولا هذا رئيس البام ولا هذا بيوي ولا كاع اللي كيتابعوا قدام القضاء هما باقيين برلمانيين، باقي عندك مصالح مع الدوله ومع الناس. كيف داير هذا القضاء عباد الله؟ كي داير انت رئيس كتسني كتلقى الوزير وعضو مكتب السياسي وكتلقى رئيس فريق البرلماني وكتلقى العامل والوالي ياه وكتسني وكاين اتفاقيات وكاين شراكات وكاين ملفات مواطنين داخله مع بعضياتها. وشكون قال انا نقول لك ندير لك هذيك بغيت هذي والله اعلم. اذا حنا باش نوصلوا ما نخلي نسدوا الفوام من التحرك بك المتعامل القضاء احبس لي يا خويا دير شي نائب ديالك ينوب عليك ولا شي واحد تتاخذ براءتك ورجع. مالنا هاربه المجالس لما كنتيش انت في المجلس من المصالح الناس توقف ولا عندك شي عقل ما عرف كيف داير احبس احترم القضاء. ما معناته تابع من الموقع وانت باقي برلماني وانت باقي رئيس مجلس اقليمي وانت باقي رئيس مجلس. انا هذه البراءه هذا راي حميد المداو والله ما نامن بها على احترام المصدره ماشي تنقول فيها غير انا تنقول البراءه يكون هي ملي دالك المتابعه احبس وقف قدام القاضي وانت يا عادي. تعرفوا علاش وقفت دابا؟ تفكرت واحد واش نقولها واش ما نقولهاش ما عرفتش. بعض المرات هي شهاده مهمه في هذا السياق ديك الكلام مؤثره ولكن على اي شي مره كنهضر مع شي واحد اكس كان جبت انا الهضره قلت له فلان قال لي واش بغيتيني انا هاد السيد اللي كيعرفوا العالم وكيجلس مع فلان وفلان بقيت كنشوف. المهم علاش ندخل في التفاصيل فكرت في كلامه ما عجبنيش ولكن بعد لقيت كلامه صحيح. بحال تيقول لي السيد راه مؤثر راه رئيس فلان والعالم كيهضر عليه وراه في البرامج الاذاعيه وراه البرامج التلفزيونيه وفي الفيسبوك وكيعرفوه طنجه والقويره وكيجلس مع الوزراء ومع المسؤولين ومع الدوله وكيعقد صفقات وملاير. واش بغيتيني انا واحد الموظف كذا ندير له؟ بقيت كنشوف والله لقيت كلامه من بعد بحال اللي عنده سويت صعب. يعني هذا هو المشكل السيد تيبان لك محيح. تقول لي دابا اللي خصو يتابع هو الوزير الداخليه. ها هي سيدي سليمان السي وهبي ها هي سيدي سليمان مفتشيه لجنه من وزاره الداخليه قلت لي وزير الداخليه عندك حق تقول وزير الداخليه يكون وسيط بيني وبين القضاء. واش عندك الحق؟ عطيونا شي دوله فوق الكره الارضيه موزمبيق ايران بوركينا فاسو ليبيا موريتانيا جزر القمر شي دوله فيها حاج ما بين القضاء والمواطنين كاينه وزاره الداخليه. واش كتعرف اش كتقول؟ واش كتعرف اش كدير؟ ولا عا كتجيك ديك ديك الجذبه وصافي باغي تاتيري لانطون الانتباه الناس السي وهبي واش كتعرف اش كدير انت رجل القانون تقول هذا الكلام المعيب قانونا ودستوريا واخلاقيا ودينيا و و و و و, و, و. عندك الحق تقول هذا الكلام. احنا عندنا ماده لما خانتنيش الذاكره 118 الحق في الولوج للقضاء فصل 118 وعندنا اتفاقيه دوليه الولوج الى القضاء حق دستوري. تولي انا عندي حاجه بتحط لي انا وزير الداخليه وساطه بيني وبين القضاء انا مواطن ولا جمعيه مجتمع مدني يقول لي عندي الداخليه وسيطه بيني وبين واش هذا السيد واش هذا السيد كيعرف كيقول ولا ما كيعرفش كيقول. قال لك مشى لك انت شي مال باش تهضر عليه انت ما عندك مال يهضر مول المال هو اللي يهضر وانت مشى لك شي 17 مليار درهم كنت تقول له راه 17 مليار دير له اسمح عندك 17 مليار واش يمكن نعفي اخي النوج على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقه المغرب بالكفاف يخلص 17 مليار درهم وسمحوا لي في جود رجع 17 مليار وجود انت مشيت بهذا المنطق انت عندك 17 مليار درهم انت اللي عمرتي المازوت في طانوبيلاتك 17 مليار عندك كاميونات وتما اش كنتي كدير الابتزاز ولا ما كنتيش كدير الابتزاز هذاك هو الابتزاز تهزيتي باش تدخل الحكومه وسكتي قبل الحكومه قبل الحكومه كان اخنوش شفار ولا ما عرفتش كيفاش كتوصفوا الله اعلم وهي هذه رجع 17 مليار ما معنى رجع شي حاجه ماشي ديالك وش حاجه ماشي ديالك معناها مسروقه رجع دخلتي للحكومه لا حقه عاد الفلسفه وهذاك ابتزاز ماشي ابتزاز كاين شي ابتزاز في تاريخ المملكه المغربيه خطر من هذا وكبر من هذا وافضح من هذا قلت له رجع 17 مليار فهمت 17 مليار وعطينا 17 مليار وقلنا الله بعث للامه المغربيه عاد غل خشى راسو في الرمله كل قالك نعم سيدي كعب غزال وجايرو كيركبو وشي اجواء كيدير هذيك ديال الوزاره صافي وليتي كتواجه الشعب المغربي تكرفصتي على الشعب في البرلمان تدك ديك الشعب بديك الطريقه كتبينو ما كيفهمش وكتبينو غير مبتز ياك دابا المجتمع المدني عا مبتز. تعرفوا المغاربه الخطوره هذه المداخله ديالو شحال صعيبه كيبغي يقول لكم الا كان شي عيب في هذه البلاد راه عيبكم عيب الشعب عيب المجتمع المدني المعين ما داير والو
ورا المنتخب ما داير والو، راه غانتوما المغاربه بيناتكم ولاد الحرام والمبتزين والمرايقيه، ونقيو بلاصتكم باش بلادكم مزيان. عرفتي هادي باش ما يبقاش الانظار متجهه للحكومه، زعما ورا كيجاوب الحكومه دابا كيصوت دابا الشعب، ولا شتوا المغاربه شي شكايه راه مغرضه، ولا شو شي حكايه راه داكشي في عضل. بخصوص العيدودي راه غادي نوضحوا للناس، حتى خص يعرفوا الناس الشكايه شنو فيها، الشكايه ديال العامين، الشكايه ديال المحكمه الاداريه، وشيك راه عدد من الشكايات وقع واحد التدليس بخصوص هذيك المعطيات. دابا غنكملوا المغاربه رجاء لما سمعوا هذا السيش كيقول. حنا ما يمكنش واحد يقدم شكايه ضد شي واحد الا اذا كان هذاك المصدر ديال المال من عنده. دابا انت فلوس ديالك هذيك ديال 17 مليار كي قلت لك، هذوك الناس اللي مشاو دعاو مول الكاسكيطه مالهم مسكين وغرقوه الجمعيه، عندها شي صفه منفعه عامه معروفه شكون تيعرفها، غرقته ورجعت. هذوك اللي سيفطوا المديمي شكون هما، عندهم شنو الصفه مكتوبه لهم سميتهم، هما اللي عندهم الحوزه ديالها شنو هما موقعهم. هذوك اللي غرقوا الحقوقيين والصح ما زدتش نفس عليهم ما تجيش البرلمان، شكون انت؟ ما هذوك سكتنا عليهم، كيجيو محامون وكيديروا شكايه بالمديمي، وكيجي القضاء تكتب لهم، عفاكم المغاربه اللي ما سمعوا هادي، كيجي القضاء وتحكم من الاخر ما عندكمش الصفه باش تنصبوا كمطالب بالحق المدني، لان المشرع تيقول لك الا بغيتي تنصب كمطالب بالحق المدني في اي قضيه مثلا كجمعيه خاص تكون عندك صفه المنفعه العامه، عندك الصفه وتكون عندك 4 سنين في في النشاط ديالك، ويكون داك وتكون يكون المتابعه مرتبطه بالنشاط اللي انت فيه. مثلا ما يمكنش اي جمعيه كتنشط في ديال الطفل والاغتصاب الاطفال تمشي تهضر في الصحراء او لس، وحنا عندنا المتابعه فيها. دابا هذوك اللي داروا بالمديمين المتابعه باش حكم لهم القاضي قال لهم ما عندكم الصفه مزيان، ولكن هما اش داروا؟ دخلوا الملف في المحكمه. انا على سؤال المحامي، المحامي اللي كيمشي وكيدير كينصب راسو مطالب بالحق المدني وكيتسنى القاضي يقول له ما عندك صفه، واش هذا محامي ولا ماشي محامي؟ ما نقولوش اللي ماشي محامي، واش غتخفى عليه هذه المعلومه زعما المحامي هذا محامي غيحامي علينا؟ ما عرفتش واش عنده فوكاش تكون عنده الصفه فوكاش ما تكونش، شنو هي الشروط الاهليه والصفه؟ غتغيب عليه المحامي عاد يتسنى هو القاضي يعطيه دروس يقول له انت ما عرفتش حتى الصفه واش عندك ولا ما عندكش حق. اذا شنو هي العمليه؟ غير كندخل الميل في المحكمه والنيابه العامه كتكمل، يعني ما تبقاش محسوبه على وكيل الملك، يعني يقول الناس راه عنده حساب ذاك الحقوقي مع وكيل الملك في مراكش، لا الشكايه دارتها جمعيه، وفي الاخر القاضي اش غيقول؟ ولا صفه ما عندكش سيدي القاضي، غيقول لنا في الاخر ما عندك صفه، ولكن النيابه العامه كملات مع المسير. لا ولكن اللي اساسي راه ماشي الوكيل الملك يدير، راه دايرها بيك جمعيه، وفيك انت يا سي وهبي ديك السيك ديك الجمعيه، هاد الجمعيات هادو اللي كيطحنوا الحقوقيين والصحفيين، جمعيه كذا وجمعيه كذا وجالسين كيكذبوا وكيخونوا عباد الله وكيجمعوا الفلوس على ظهر عباد الله باسم الملك وباسم الوطن، وجالسين كينصبوا على عباد الله بعضهم نصابه كيعرفهم القاسي والداني، شوهوا البلاد، عطاو واحد انطباع على حتى مغربيت ما عرفتش كيف دايره. فين كنت يا سي وهبي؟ بالك دابا غير هاد زعما هاد الشيء كامل علاش؟ شكون المستهدفه فيه؟ وقولوا هانيش نقولوا ان المستهدفه هي الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام الغلوسي، او الجمعيه حيت هي اللي دارت الشكايه في رئيس الفريق البرلماني ديالك، وهي هذه. دابا هذه مرافعه كديرها انت كمحامي، انا هكا غنفهمها كمحامي وسط البرلمان لفائده رئيس البرلمان ديالك في القضاء. دابا القاضي ما يكون كيتفرج فيك بحال هكا، هذا تاثير ولا ماشي تاثير؟ لان ذاك المتهم ديالك رئيس فريق البام راه داير به الشكايه الجمعيه المغربيه الغلوسي. دابا انا هو القاضي اللي غنحكم، كنبقى نشوف. وهذا وزير كيدافع على علاش قلت لكم ما خاصش المتهمين رؤساء الجماعات اللي واش المغاربه كيضلوا يديروا شكايات برؤساء الجماعات المغاربه باش نصدقوا هذا القول ديالو؟ شحال كاين من شكايه يا سيدي؟ شحال كاين من مستوكل المغاربه كيديروا الشكايات والجمعيات كيديروا الشكايات بالمنتخب المرشحين؟ كره المغرب زيان. قول لنا شكون من ينوس، قول لنا شكون هاد الاشخاص اللي انتم كدافعوا عليهم هنا نيشان؟ وهو ما عاطي ريال وكيتكلم وتيقول لك لا انا كذاك عطى الضريبه سيعطي الضريبه. قال لك هو ما عاطي ريال كيعطي الضريبه. واش دابا باش ندافع على المال العام بالضروره نكون بعدا نناقشوا الاولى، ما عنده علاقه بالضرائب اسيدي، كيدفعني الغيره الوطنيه، كنستجب لنداء ملكي كون مواطن، كنستجب لنداء رباني ولا تكتموا الشهاده، كنستجب لنداء نبوي من راى منكرا فليغيره. علاش كدخلتي الضرائب اسيدي؟ هذاك واجب اخلاقي وطني، علاش كتحرمني منه؟ نمشي نبلغ علاش؟ وانت كتقولي في القانون الجنائي ما تسترش على الجرائم،
وانت كتقول لي كتحرك عبد الوشاية، الدولة عندها في التشريع ديالها كتحرك النيابة العامة عبد الوشاية، غير سمعت تنقنيقة. علاه كون كانوا النيابة العامة كيتحركوا في الوشايات وفق الفصل 39 من القانون المسجل الجنائي والفصل 42 كانت عندها الشكايات بزاف ديال المال العام والغلوسي، راه ما كداروش تلقائيا ما كيتحركش. السيد الوكيل العام حكيم الوردي كنقولوا له شي ملي كنا كنتحاكموا وسط الجلسة والمحامون كيسمعوا، تنقول له سيد الرئيس كذا كينوض حكيم الوردي الله يذكره بخير مع كل احترام ليه، تيقول لي خاص الشكايه الا ما كاينش شكايه. كنقول واسيد الوكيل العام ها الفصل اش كيقول 39 فصل علاش الشكايه؟ هذا عرف خاص الناس تفهموا من خلال هذه الحلقات. النيابه العامه كتحرك بلا شكايه، غير سمعت غير قال لها شي واحد تنقنيقه غير شافت فيسبوك شحال من شكايه على ابو 20 ما كانتش شكايه مجهوله المصدر. شكون اللي دار شي وتحركت مع النيابه العامه مجدودا على سليمان الريسوني؟ كيفاش تحركت؟ كانت شي شكايه كيف كاد انت كتجيو لنا حنا بعض المرات تكون الشكايه راس بعض المرات كيتحركوا عباد الله بلا شكايات. باي منطق دابا باي منطق غتحرم المواطنين ما يديروا الشكايه او الجمعيه ما يديروا الشكايه وانت حقوقي وانت يساري وانت حقوقي وانت يساري وكتعرف بانك ما تخلطش في ذاك الكرسي صافي. هادشي الشيء جيتي دابا صافي درتي ها ريافه معتقل الريف مشيتي تبلاصيتي كدافع على معتقل الريف درتي شويه ديال 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 خاويه عامره في شي مرافع شي 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 تفركينات درتي قدام برلمان والجدبه والمضاويخ وفين 7 مليون مشيتي 7 مليون وتبلاصيتي صافي ودورتي الكلاطه عند خوتك الشعب كاس كتفرشخ فينا. هذا هو زعما التمسمار ديال التمسمار ديال دابا ما غيساليش هذا الشيء. وعندك مكتب عندك فلوس عندك رزقك عندك رزقك السي وهبي اش حطيتي راسك في هذا الموقف؟ علاش دابا كتسلخ الشعب المغربي دابا ديروا جمعيات ديروا شي قصب كشكينا ممتازين كاين القضاء كاين الوشاير كيدية. انا درتي بيا الشكايه خديت البراءه كنقلبها عليك في الاخر من حقي راه دارت كدار محمد بن عيسى ديال الازيله وعندهم ملف كله خواض ودار به الشكايه يونس لطاهي والزبير بن سعدون هنا في غرفه الاموال وخذا البراءه بس لاحظوا هو كله خواض انا كنقولها في ذاك الملف كله خواض وخذ البراءه من هنايا من الرباط وجا لهنا الرباط وكاين ما يثبت انه جا للمحكمه في لحظات مع الاي مشى دار الشكايه بيونس لطاهي وبالزبير بن سعدون من بعد ما خذ البراءه مشى قال لهم داروا بيا شكايه كيديه. شنو دار القاضي؟ اعطاهم البراءه تاهما على اي ذاك القاضي مسكين عاش شويه وبقاش تما الله يجعل ربي يذكر ذاك القاضي. راه كاين قضاة نعزهم وما اكثرهم في المغرب والله العظيم ولاد الشعب قضاة محترمين عندك صحاب ليكم كاين بزاف ديال القضاة ها عطاو البراءة لذوك ذوك الجولين. ما معنى براءة يعني كلامكم راه صحيح اذا البراءة الاولى بن عيسى فيها نقاش على اي لاساسي انه ممكن ترجع بكيدية. ايوا دابا انت اللي كدير هاد الجدبة ما كتيقش في القضاء كتعرفش كدير دابا القضاء ولا كتعرفش كدير النيابة العامة السيوهبي ولا تذبحهم ذبح. انا بغيت الوداديه الحسنيه للقضاة اللي خرجت وكتجاوب الامريكا واللي كتخرج مره وكتجاوب مثلا ولا النادي قضاة المغرب اللي كيهضروا على على المينورسو من حقهم. انا معاكم تدافعوا على بلادكم ولكن مني غير باش تحافظوا على خرجوا هضروا مع هذا السيد هذا هضر كيدك ديك النيابه العامه هنا ديك القضاء كيبان انه ما كيثقش في القضاء. خلي القضاء يبحث اسيدي يبتزل سمعوا الهضره ديال لك واحد المواطن كيمشي ويجي عام كيطلع يهود شكون اللي كيطلعوا يهود؟ كيطلعوا النيابه العامه الاستاذ. شكون كيطلعوا؟ تطلعوا قاضي التحقيق، مؤسسه اجهزه قضائيه. شحال من واحد دارت به الشكايات الجمعيات وصدق داير. كيفاش كيطلعوا يهود؟ حسب اداره الضرائب. وبناء علاش قلنا؟ قلنا انه لا يمكن تقديم شكايه الا من طرف السيد وزير الداخليه. هو اللي كيعرف الحساب، هو اللي كيتبع الامور. من طرف وزير الداخليه. وزير الداخليه هو بوحده. دابا وزاره الداخليه كدير الشكايات بكل شيء. دابا الولاة والعمال لا مع احترامنا لهم ولاة والعمال في المملكة المغربية والله ما كرهت نتلاقى الولاة والعمال كاملين نحطوهم لنا وفيهم بزاف الناس كنحترمهم ولا عمرهم الدار بغيت نسولهم ويجاوبوا لي نقول لهم السادة الولاة والعمال جميع رؤساء الجماعات اللي عندكم هنا اللي لقيتوا عليهم الخشونة كاملين كتحيلوهم كديروا لهم شي ما كنعرفوش حنا بعد الملفات بهذا المنطق هذا حنا غنعطيو على الوزارة الداخلية عندك ضمانة أن أي ملف غيتحال السي وزير الدوابي وعلاش ما تقويش انت طرق المراقبه وادوات المراقبه الداخليه تحيل وش حنا ما كرهناش الداخليه تدير شكايه ويديرها الشعب ويديرها القطوط ويديرها الشجر والزوج من الصبع نشدوا فلوسنا حنا بهذه الشكايات وبهذا كذا والفعاليين كيزلقوا دابا انت باغي زعما تزيد الداخليه تولي عندها الاختصاص بوحدها
واش باغي دير وساطه بيننا وبين الدقاضه؟ علاش؟ علاش هاد الابتزازات اللي كاينه الان في السوق؟ قلنا مجموعه الاشياء ماشي ابتزاز. قلت رجع سبت مليار، هذاك ماشي ابتزاز. واش يمكن نعفي اخ النوج على 100 على 17 مليار درهم ونتكلم على 17 مليار درهم وجود مغرقه المغرب بالكفاف؟ يخلص 17 مليار درهم وسمحوا ليه بجود. والمبتز يمشي للحبس وشدوا، ولا عندك القضاء، عندك النيابه العامه، كاين الشرطه، كاين المبتز يمشي. المبتز غلبنا ولا بغيتو ندي؟ لان واحد الوقت غادي نوصلوا ما نلقاوش يترشح لينا. وكاع ما يترشحوا لينا، طفروا لينا. انت ترشحت لينا، انت وزير اش كدير كاع؟ منقص اش غنديروا بكم كاع؟ المغاربه على وصل زعما راه ولا المغاربه مشكله. واخا يترشح هو حتى لا ما ترشحتوش لينا، عرفتي شنو هذاك غنديروا حنايا؟ يا ريت شي نهار ما ترشحوش، نمشيو برجل نمشيو بالحفا، ما نترشحوش زعما يولي مشكل. هذا زعما كطفروه كتحلوا مشاكل المغرب، ولا يترشح كيدبر على ولادو ولا مرته ولا اختو ولا فتعمل زعما ما ترشحوش هما البدعه توقف. وسبع شهور الحكومه واقفه في عهد بن كيران، بلوكاج الحكومه، ما كاينش كاع حكومه، والبلاد غاده. مالي هذا مالي البلاد؟ زعما بغا يلبي المجتمع المغربي والمغاربه، وما ديروش الشكايات، وها المرشحين ما يبقاوش، وها ما ترشحناش عاوتاني ما تلقاو، وها مرشحين في الفلا دايره 400، ها مرشحين، وها الطاكسي جيبو خاوي، ها مرشحين، والناس مساكن ما عندهم مي، ها مرشحين، مرشحين. ديروا لي شكايه وكتفتح وتتفتح الابحاث. الا فتحتي ضدي بحث وانا سياسي ودوزت عام وعامين غادي المحاكم جاي، اش من شرعيه باقي عندي امام الناس؟ إذا شكون اللي كيديك ويجيبك؟ وهو القضاء. إذا شكون اللي كيفرع لك الشرعية هنا؟ هو القضاء. عرفتي اش كدير هنا؟ كذبح القضاء. واش وعيت؟ علاش كنقول الجمعيات القضائية خاصها تخرج تهضر تدافع على سمعتها باش تبقى عندها مصداقية؟ ملي كنمشيو نجي عامل شكون تيجيبك؟ الطراف، النجار، كنصيفط نصيفطوك ونجيبوك، الطبيب ديال الصدر كيديك ويجيبك ولا؟ راه القاضي هذاك، هذاك هو الأبحاث، راه كيتصنتوا لك سير وجي عامل. ما كتيقش في القضاء؟ قولها. إذا شكون اللي مشرف على الأبحاث؟ راه القضاء. طيب هذا واش كيذبح القضاء المغاربه ولا ما كيذبحوش؟ اش من تصور احترام عندي امام الناس؟ قال انا محبسون هذا الشاسوس شو تحبس؟ دابا تتابع الانسان ما شنو التصور شنو الصوره زعما اللي تتابع شنو الصبعه؟ وانت كتابع بالعكس تابع ودير بغيتي سمعتك قدام الناس. هي المغاربه خوتي اسمحوا لي لن ادبر الشان العام حتى ناخذ براءتي. هذيك كنعرفك عندك السمعه، انت متابع ومحكوم بعامين وكتدبر الشان العام والميزانيات، عندك شي سمعه؟ كتفكر في السمعه ديال البلاد؟ السمعه مؤسسة الدولة هذا شغل الدولة، هذا شغل الدولة. المواطن اللي عنده شي ملاحظة يدير الملاحظة ديالو، وعنده ممثل الشعب يجيب. قال لك انتوما ديروا غير الملاحظات، فين نديروا لكم الملاحظات؟ أنا بغيت نفهم هذه الملاحظات. المغاربة ما يديروش الشكاية، المغاربة اللي ساهلة عندهم يدير شكاية. واخا حيدتي له الشكاية قالوا دير ملاحظة، فين يدير لك ملاحظة؟ لما يكتب ملاحظة يعطيها للبرلماني، واخا فعل قال البرلماني، فين كيخرج فيه؟ المغاربة كتشوفوا البرلمانيين. واش عمركم كتشوفوا البرلمان؟ البرلماني كيترشح كينجح، كيترشح ها وحدك ديك الايام الانتخابات، غير كينجح كيولي عايش في التوارق، التوارق الرباط، التوارق الرباط، والله شتي كيدير هذا المغرب. واخا انا شفت سيدي واحد السيد غادي بالقطبان ديال الحديد السيما والخناشي الفلوس اللي صيفط الفتيت باش تبنى لنا الطريق، واحد السيد غادي بالبوله اللي عطاها لنا الفتيت باش نضوي بها. انا قبالتي انا عامل مواطن بغيت نبلغ، فين البرلماني؟ ما كاين القضاء، لا خصني وزير الداخليه كندير ولا ياك رفقيه. والممثلين الشعب عندهم الحق يقولوها في مؤسسه الشعب، ولكن نبقى كل مره نجي نقدم شكايه ضد هذا المسؤول وضد هذا المسؤول. وانا عرفتك علاش قدمتي الشكايه؟ عرفتك علاش قدمتي الشكايه؟ وانت علاش داك تعرف علاش قدم الشكايه؟ القاضي يبحث هو يقلب ودار له شكايه كيديه ودار متابعه. واش انا عارفك علاش بغيتي؟ نجز على الحسابات حتى يدير التقرير ديالو، راه لا رئيس البلديه ولا حتى تشغلوا الموضوع. المجلس على الحسابات يحيل الملف مباشره على السيد الوكيل العام الذي يقوم بالمتابعه. شحال كيحيل المجلس على الحسابات ديال الملفات على الوكاله العام؟ وانا اخوتي المغاربه هاد التقارير ديال الحسابات اللي فيهم التشفار التشفار شكون قراهم وكيخلعوا؟ فين هما؟ شحال من ملف كيتحال؟ شحال عددهم مقارنه مع التقارير؟ واخا خذ هاد القنيبيله يلا ها حنا دابا نساليو معاك هاد النقاش. ها هي 17 نوفمبر 2015 لما مشات هذه مجلس الحسابات شنو فيها؟ سرقه. شنو تسرق لنا هنا؟ 700 مليون، 2 المليار، فين هو؟ ما عمر مجلس الحسابات مشى على رئيس الجامعه السوق اللي راح. قلتي لنا الادوات ديال الدوله، مجلس خلي مجلس الحسابات يدير الشكايه ووزير الداخليه يدير الشكايه. انا عطيتك هذه وجاوبني لهذه شوف باش يكون كلامك عندك الصح. ها هي 15
هيا 15 2005، من 2015 فين فين دابا حنا؟ في 2022، سبع سنين لم يتم البحث في هذه الوريقات ولا استمعوا لمول هذا الشيء. سبع سنوات هلاكوزي هاك السي وهبي هاك هذه الملايين الوثائق. واحد يجد التقرير ديال المجلس على المحاسبه ويدير فيه شكايه، ما عندوش حق بما انه المجلس على المحاسبه مؤسسه دستوريه توجه تقريرها الى مؤسسه دستوريه اللي هو النيابه العامه، والنيابه العامه دير شغلها. انا كوزير ما عندي حق ندخل في هذا الموضوع لا بهكا ولا بهكا. علاش كتدخل دابا مالك؟ هذا المجلس على حسابنا دابا دابا في هذه اللحظه، في هذه اللحظه شكون جا؟ شكون جا؟ ما عندي باش دابا اش كتدخل؟ عطيني تدخلك دابا هذاش من سياق. لا نعطيه ولا نسحبه، هذا ماشي شغل ما كتدخلش في هذا الموضوع. وبناء عليه راه الا ضبطنا كل شيء في اطار، ماشي الديمقراطيه هو دير اللي بغيتي، راه الديمقراطيه هو دير داك الشيء خصو دار. الديمقراطيه هي دير اللي بغيتي، ماشي دير اللي بغيتي، دير اللي بغيتي، دي 19 مليار ودي دابا انت درتي مكتب سياسي ديمقراطي على المكتب ديالك انت بشكل ديمقراطي، هما كاع الاحزاب كاملين لقاو كورونا وهربوا المؤتمرات ديالهم في الانترنيت وعن بعد وتكوفيشوا تفتحوا هذه الجمعيه. دابا تهضر على الجمعيه واش نتوما كاحزاب سياسيه صافيه الدم ديالكم ماليه واخلاقيه انت براسك جيتي زعما بشكل ديمقراطي 100% فتحتي النقاش مع خوتك تعطي الدروس للجمعيات والعباد الله تتبورد كما كنتيش غتأدي هذه الوظيفه اللي كتأدي دابا. تنقول لك واحد الكلمه انا صايم واش نعرفك واش غتوصل تما ولا ما توصلش. حنا ولات الديمقراطيه عندنا على انه كلشي ما مزيان شكون اللي مزيان؟ هذاك اللي كيدير الشكايه. واجي نوريكم شكون هذاك اللي كيدير الشكايه واش كيدير. قال لهم اجي نوريكم هذاك اللي كيدير الشكايه اش كيدير، اجي نوري لكم هذاك اللي كيدير الشكايه كيقصد الغلوسي ولا كيقصد ما كيهمناش. دابا هل يليق هذا القول باش ختم هو؟ واجي نوريكم اش كيدير، اجي نوريكم واش الوزير واش حنا جبناك باش تورينا؟ حنا جبناك باش تاخذ تدابير واجراءات لفائده البلاد والمؤسسات. هذا القول هذا هذا ماشي بوليميك خاوي، واجي نوريكم اش كيدير، اجي نوريكم. اذا انت عندك معطيات بخصوصه، اذا انت تستر على مجرم انت، اذا انت اذا هذوك المعطيات اللي عندك شنو غتبتز بها ولا كدير بها كتخلع بها ولا كتصيفط بها رسائل مشفره ولا كتشوه بها؟ باش نختم معك هذا القول، لا يليق بك هذه الخرجه او لا تليق بك صراحه، تليق بك لا لا تليق بك. ملي كنتفكر داك التقاشر و 17 مليار وكذا تليق بك. انا نقول لك واحد القضيه اخرى، شي هذه المحاوله ديال شيطنه المجتمع المدني، الشيطنه ديالو ما قالها الفشل، هذه واحد مشكل ماشي في المجتمع المدني سوى، المشكل اكبر من المجتمع المدني. المجتمع المدني قد يكون شريكا في الازمه لكنه ليس كل الازمه وليس طرفا رئيسيا في الازمه، انتما هما اصل الازمه، انتما انتما. ملي كيجي بن كيرين البارح و تيقول لك ان رئيسك ولا صاحبك اخنوش واللي معاه طوطال وشارو تفاهموا على الارباح الشعب المغربي قلبي ضر. كان خطا، شنو هو هذا الخطا؟ هذا الخطا هو انني ثقت بان المنافسه المنافسه غادية تضبط الايقاع في السوق والمنافسه غادية تهبط الاسعار لواحد الثمن معقول. هذا ما لم يكن بالحسبان انه ربما، انا سنقولها لك بصراحه ووضوح، ربما انت من خلال الناس ديالك والرؤساء ديال الشركات اتفقتيو على شي طريقه باش ديروا شي منافسه اللي تخليكم تاخذوا من صندوق المقاصه داك الشيء اللي كنتيو كتاخذوا بشكل او باخر او اكثر كاع، وهذا ضد يعني المبادئ والقيم والاخلاق والعقائد والشرائع وكل شيء. ودير هاد التبوريض على هاد الشيء، عوض ما تبورتي دابا على الخوي الخاوي الفاعلين في مجال المحروقات تيقولوا السي بن كيران تلقاو تفاهموا على الارباح. حيت المنطق بن كيران اش كيقول لك؟ تيقول لك انا حررت بغيتهم يبيعوا بوطنيه وكذا وتكون مراقبه. مثلا المنافسه كتلعب دور، واحد يهبط انا غنشري، لا هادو فاهمين على الارباح. فاهمين. قالوا شوف حنا داك الشيء اللي صندوق المقاصه نعوضوه من عند جيوب المواطنين. تعرف التصريح ديال بن كيران شحال خطير. كون كان هاد الجدبه اللي درتي عاود ما دير على الشعب خوتك الدراوش. هاد الجدبه هادي اللي درتي دابا سير ديرها على هاد جوج المليار. ها هي نعرفك الجدبه. ها جوج المليار ها شكون داها؟
ها 700 مليون باقي العاطي يعطي. جذب جذب على الملاير ديال ولاد الشعب المغربي. جذب هنا. ماشي تمشي تجذب على جمعية دارت شكاية. راه المديمي مسكين دار شكاية، راه كيضرب الحبس اللي أنت باغي ت راه مسكين دار شكايات، راه في الحبيس. داك الغلوسي مسكين راه محامي جالس كيتقاتل. اجذب على صحاب الملاير. جذب على واحد تلقاه كرسي ولات عنده 900 مليار مثلا. كرسي 900 مليار. جذب على جذب على انا بغيت نفهم مرا في الكوزينه كطيب، مرا كطيب في الكوزينه ما قارياش من حقها تراس ماشي مجلس جماعي، تراس الحكومه. ما كاينش مانع دستوري واخلاقي ووطني، عندها الحق. ولكن لقينا حنا هاد اللعيبه باش نقولوا عندها الحق، حنا غندوزوا لفكره اخرى. هل يعقل مغاربه مرا ما قارياش من الكوزينه كطيب السوق غتحل هادشي الفرنسي الورق المال العام والملايير 7 مليار 8 مليار واتفاقيات وشراكه كلشي بالفرنسي. هي إيه عندها الحق، ولكن عايبه ان اكيد كاين الخشونه غتكون ولا شي واحد من وراها كيدبرها المجلس. هذا نقاش غنرجع ليه من بعد. كنشكركم متتبعات ومتتبعين ديال هذه القناه، والى اللقاء.